احنا هلا مرحله النهائيات ريهرسل رقم مليون، يعني اضطرينا كانها حلقه رقم واحد، حلقه جديده، كل شيء جديد، فورمات جديد، ومعانا طبعا ال 12 متسابق، سوري 16 متسابق اللي تاهلوا بمرحله التاهل للنهائيات. واليوم كل واحد عنده بيرفورمانس، طبعا بيرفورمانس اطول من المرحله الاولى، راح يكملوا اغنيتهم، ما في لايك ولا ديسلايك. بتقدري تصوتي لكل متسابق طول فتره الحلقه على الرقم تبعه، قد ما بدك من الاس ام اس والاي في ار تقدري تصوتي، ومره واحده عن طريق الابلكيشن. وكتير تطوروا، كتير تدربوا، اشتغلوا على حالهم، اشتغلنا على شكلهم، لازم تشوفي كيف هيك تغيروا، ابتسامتهم تغيرت، واشتغلوا على حالهم كتير، وان شاء الله يكونوا اليوم على المسرح زي ما كانوا بالرهرسل واحسن، يعني بنتمنى لهم هيك يكونوا قد الحمد. أول شيء مساء الخير، ومساء الخير على كل مشاهدي كرفان. أنا تدمرت بصير أحكي هذا الدور أنا عنه. إحنا ضفنا كاميرا تاسعة بس مبدئيا في 9 كاميرات، والأستاذ هون صار له مش نايم أسبوع بجوز، لأنه الستيج صار أكبر، إضاءة اختلفت، الشاشات أكبر، تغير ديزاين المسرح كامل يعني، فالله يعطيه العافية. يعني مثلا في الغرفة اللي كانت جوا صارت استوديو، غيرنا كثير شغلات بالديكور، طبعا لأنه الناس ماشي، إحنا الموسم الأول من برنامج نجم الأردن، وهذا إشي فخر لقناة رؤية، إنه إحنا من أول سيزن للبرنامج قاعدين بنقول هاينا خلصنا ديكور المرحلة الأولى وبدنا نسوي ديكور للمرحلة الثانية، وقعدنا تقريبا فترة يمكن اللي هي الأسبوع كان معانا نغير كثير شغلات على المسرح، والحمد لله أنجزناها بوقت قياسي جدا. أنا بدي أشكر كل الشباب اللي بيشتغلوا بنجم الأردن، ونجم الأردن هو عبارة عن كمان العاملين في قناة رؤية، فالحمد لله في ناس كثير عنا بتقبل التحدي وتشتغل صح 100%، وهذا صراحة اللي بيخليني مبسوط جدا، ونطلع بحلقات تكون جميلة. من أمام المدينة الإعلامية الأردنية، مسرح نجم الأردن قناة رؤية، معنا الفنان الصاعد المتصاعد منذر جابر AKA الملقب بمونز، بيسست عظيم، عازف بيس. لو سمح أستاذ مونز، عرفنا شو بتساووا، شو جايين تساووا، غير أنه تتعشوا وتروحوا. احنا منيجي منعزف وبنعمل حلقة 7 مرات لبين ما تزبط. وأنا طبعا عويمر معانا شغال بالشو اسمه، هلا آخر حلقة إن شاء الله بكون أنا حامل الكاميرا وعويمر بعزف بيس. اشتركوا في القناة.
قال يا هلا بكم، قال يا هلا بقدمكم، يا شعشع نوركم ضوى قمركم. وعلى عين مليتين وما عش ملايا تثير الحديد العين مليتين واثنعش مليا جسر الحديد انقطع من دوس رجلايا. أيوة ولا هجر قصرك وارجع بيت الشعر وعد لأهلي بعد ما دقت القهر. الهجر قصرك وارجع بيت الشهر وعد لأهلي بعد ما دقت القهر. وانسى مدينة لو أرضى من تبر، وانسى مدينة لو أرضى من تبر. والله